وبنرجع لكم مره تانية مشاهدينا مشاهدي صباح الورد علشان نبدا مع بعض اول فقره حواريه معانا النهارده هتهم كل ستات مصر. بدا المركز المصري لحقوق المراه حمله 16 يوم من الانشطه لمناهضه العنف ضد المراه، وده من خلال عقد لقاءات توعيه للقيادات النسائيه الشابه حول ظاهره العنف ضد المراه حتى يطلع عنا بدورهن في مناهضه العنف ونشر الوعي في محافظاتهن. ده طبعا لانه موضوع العنف ضد المراه ما بقاش يعني ما بنقراهوش حاجه عابره كده. بالمناسبه ده مش في مصر بس، العنف ضد المراه بقى منتشر في العالم كله، بقت ظاهره العنف من الظواهر اللي بتعاني منها المراه المصريه والمراه العربيه على المستوى المحلي والمراه في كل دول العالم. ده لانها طبعا بتختلف بقى نوع العنف من طبيعه مجتمع للتاني، يعني بحسب المفاهيم السائده طبعا واللي موجوده جوه كل مجتمع وبحسب الوعي اللي موجود جوه المجتمع وثقافه المجتمع دي اللي بتعكس مدى بقى او قوه العنف اللي بتتعرض له المراه، سواء بقى بيكون عنف بقى اسري، عنف في الشغل، حاجات كتير جدا هنتعرف عليها من ضيوفنا اللي هم اشرفوا على هذه الحمله اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذه وسام حسن رئيس مجلس اداره امناء مصريين بلا حدود، وكمان معانا ضيفتنا اللي منورانا الاستاذه نورهان احمد منسق عام الجمعيه المصرية لصحة المرأة. صباح الورد ومنورنا يعني أستاذة وسام ونورهان، يعني وبشكركم وبحييكم أنه فعلا بقى في نوع من أنواع الوعي للسيدات المصريات للانطلاق وتحقيق في هذه الظاهرة كمان. صباح الورد عليكم. وعايز أبدأ بالأستاذة نورهان في البداية، نعرف مشاهدين أكتر يعني إيه حملة أو مبادرة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمت من إمتى؟ هي طبعا برعاية الأمم المتحدة، تمت من كام سنة وفكرتها إيه وإيه الأنشطة بتاعتها؟ هو مبدئيا اليوم العالمي للعنف ضد المرأة هو يوم 25 نوفمبر. اليوم العالمي للعنف ضد المرأة ده بدأ من 1971 اعتقد. ده كان بسبب اغتيال اثنين حقوقيين في بلد ما، فمن ساعتها بدأ ان اليوم 25 هو اليوم العالمي للتوعية للعنف ضد المرأة. فالأمم المتحدة اطلقت السنة دي مبادرة من اليوم العالمي للعنف ضد المرأة اللي هو يوم 25 نوفمبر ولحد يوم 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. فهي بدأت توعي ان 16 يوم دول انا هوعيك بالعنف ضد المرأة وهوعيك بحقوق الإنسان علشان خاطر حقوق الإنسان جزء منه هو العنف ضد المرأة، سواء بقى عنف جسدي، عنف جنسي، عنف لفظي، عنف كل أنواع العنف، لأن العنف أنواع كتير جدا والبنات بتتعرض لها كتير في مصر. فالمبادرة دي أي حد ممكن يشارك فيها، سواء بصورة سواء بفاعلية. في ناس عملت مؤتمرات للتوعية بالعنف ضد المرأة، في ناس بتعمل أيام رياضية وجري ومشي وكل حاجة. فأنا ممكن أشارك بأي أسلوب في المبادرة دي، أي جمعية ممكن تشارك فيها، بس بتكتب اللي هو مبادرة 16 يوم، وساعتها كل الناس لما تخش تعمل سيرش هتلاقي بقى أن كل الناس بتشارك في مبادرة 16 يوم عن العنف.